الوطن سبورت كمان قالت ان تكثف محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال قرعة كاس الامم الافريقية المقرر لها يوم 12 ابريل اللي جاي في منطقة الاهرامات الاثرية بجوار تمثال ابو الهول بحضور العديد من الوفود الافريقية والدولية المشاركة بالحدث. اكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة انه جاري الانتهاء من اعمال تجميل الطرق المؤدية للمنطقة الاثرية ودعمها بالزهور ولافتات الترحيب بالزوار والمشاركين في ذلك الحدث الكبير. وقال كمان ان كل المناطق الأثرية بالمحافظة تظهر في أبهى صورها خلال فعاليات كأس الأمم الأفريقية لاستقبال الوفود السياحية للدول المشاركة في البطولة.